عايز اخد حضرتك لقانون العمل المطبق حاليا اللي هو رقم 13 لسنة 2002. القانون ده هو رقم 12 لسنة 2003. قانون العمل ده بيتكلم على القواعد الخاصة بتنظيم عمل الأجانب داخل مصر. القانون وفقا للقرار الوزاري رقم 136 بيتكلم على ان هي ما ينفعش تزيد عن 10% من اجمالي اعداد العاملين داخل كل منشأة. فهل قانون تأجير المستشفيات الصادر مؤخرا يتعارض مع قانون العمل المطبق من اكتر من 12 سنة؟ ده بالتأكيد. طب المفروض في الحالة دي وبلغة اهل القانون القانون الخاص يجب بالقانون العام، فهنا في حالة التشغيل والعمالة هيبقى قانون العمل هو قانون خاص وقانون تأجير المستشفيات هو القانون العام. فانا اعتقد ان كده في معرفش يعني نقدر نقول اذا جاز التعبير ان في عوار في القانون الجديد. هو في تعارض واضح ومش معروف، وتقال الكلام دوت في النقاشات، والنقابة بعتتها من ضمن نقابة الأطباء بعتتها من ضمن الحاجات أو يعني النقط اللي هم معترضين عليها واللي هم شايفين إنه في خلاف واضح بين القانونين. ومع ذلك المفروض كانت لجنة القوى العاملة في المجلس تدلي بدلوها وتلفت النظر لمسألة مهمة زي كده، خاصة إن القرار الوزاري اللي بينظم عمل الأجانب سيادة النائبة بيتكلم على معيارين مهمين جدا. المعيار الأولاني إن أنا استعين بالعمالة الأجنبية في حالة عدم توفر البديل المصري وفي التخصصات النادرة، وإنه لازم يكون في كفاءة مختلفة يعني أنا ما أعتقدش إن إحنا على المستوى القطاع الطبي يعني في الأمور العامة والعادية يعني إحنا محتاجين يعني ما عندنا محتاجين الخبرات النادرة دي مسألة مش مفهومة. الحاجة التانية حضرتك ان هو بيتكلم على ان العامل الاجنبي ده او اللي تم منحه الترخيص للعمل يقوم خلال مدة سنة او سنتين بتدريب كادر مصري عشان يحل محله. هو على فكرة قرار جاي يعني مكتوب بصورة جيدة جدا ومعمول بشكل فيه يعني مش هقول بس حرفية، في مراعاة للمصلحة الوطنية بدرجة كبيرة جدا جدا. لكن اللي طالع في القانون الجديد ما بيقولش اي حاجه خالص بالكلام ده. طب سياده النائبه، الموازنه اللي بتقدم من وزاره الماليه لوزاره الصحه هل هتبقى موجوده على هتتوزع على الجهات الصحيه ولا هتروح ليد المستثمر مباشره؟ لا يعني هم طالما هيروح يعني المستثمر هياخد المستشفى، فهو مش هياخد اي فلوس بقى من الدوله، هو هيدفع. مش هيكون في شراكه؟ لا، الشراكه دي انت بتديله مستشفى، انت عايزه تديله ايه تاني؟ هتديله مستشفى وتديله فلوس موازنه. هو هيدفع زي رسوم سنويه في مقابل الحصول على حق الانتفاع وحق الالتزام. ازاي؟ لا هو هيبقى بيدفع طبعا. هيدفع رسوم سنويه وممكن ياخد مجموعه بعض المميزات ان هو التوسع او التغيير النوعي للخدمات المقدمه. بس تسعير الخدمات جوه يعني هل ده هيبقى تحت رقابه وزاره الصحه؟ بص يعني برضو كل ده مش واضح، مش باين. يمكن اللائحة التنفيذية تبين ده اكتر. جايز، ولو ان احنا شايفين ان الوزير بيطرح مستشفيات واعلن عن طرح مستشفيات قبل ما اللائحة التنفيذية اصلا يعني تطلع. طب يعني انا هقترح على حضرتك اقتراح ولو اتفقت معايا فيه يعني يا ريت حضرتك تتبنيه. يعني احنا يعني كانت في نهايه عهد حكومه الدكتور نظيف كان اطلقوا مبادره اسمها المقاول الصغير، اللي هو خريجي كليات الهندسه يفتح شركه مقاولات والدوله تساعده بان هي تسند ليه مشروعات من المشروعات الجاري تنفيذها، ونبدا نكبر الناس وناخدهم من الطبقه المتوسطه وتحت المتوسطه كده لطبقه اصحاب الاعمال ونرفع كفاءه الموقف. ايه المانع ان الصندوق الاجتماعي للتنميه يعني يقوم بتمويل شباب الأطباء ومنحهم قروض ميسرة لعمل مستشفيات لإدارة مستشفيات؟ يعني هنبقى خدنا بإيديهم، يعني لو كل 100 طبيب كل طبيب منهم خد قرض مليون جنيه كل الناس هيبقى معاها 100 مليون جنيه يقدروا يبنوا مستشفى، يطوروا مستشفى، يديروا مستشفى، وهيبقى في نفس الوقت احنا يعني عالجنا بشكل غير مباشر مسألة هجرة الأطباء وتدني الرواتب وتدني الأجور، وعملنا نوع من أنواع يعني العدالة الاجتماعية تقريبا في المسألة. حضرتك ده لو هو غرض الحكومة إنها تدي لشباب أطباء ولا تدي لحد، هم فعليا معظم الحاجات معروضة على مستثمرين أجانب مش مصريين. يعني فعليا هم عايزين فلوس تيجي من بره،
ما بيفكروش قوي في صحة المواطنين، مش مهتمين قوي باللي حضرتك بتقوله ده للأسف، لأنه فعليا لو في اهتمام بهجرة الأطباء خلاص المستثمر اللي هيجي ده يجيب يشترط عليه إنه يرجع الأطباء المصريين اللي هاجروا ويديهم فلوس كويسة، طب ده مش كله يجيب أجانب. يعني في حاجات كتير قوي كانت ممكن تتقال وتتعمل بشكل مختلف، هي بس مش فكرة انه حتى. وبعدين احنا بالمناسبة احنا لم نعترض على انشاء مستشفيات جديدة، بالعكس انا في كلمتي قلت لهم ادوا لهم اراضي واعملوا لهم حوافز وخليهم يجوا يبنوا مستشفيات جديدة فيزودوا عدد الاسرة للمواطنين، سيبوا مستشفيات الحكومة اللي بتخدم الغلابة دي ليهم، مش لازم نيجي جنبها، والمستشفيات الجديدة تخدم بقى القطاعات اللي هو هيدي جزء من المستشفيات دي هيسعرها بأسعار استثمارية وتجارية لطبقات لشرائح عليا من الطبقة المتوسطة. يعني حضرتك مع التوسع الأفقي وزيادة عدد الأسرة وزيادة زيادة عدد المستشفيات، مش إن أنا أطور مستشفيات قايمة. مش إن أنا أفضل في نفس المستشفيات اللي موجودة هي ديت اللي أنا أجيب مستثمرين يحطوا إيديهم عليها. لأن هو وفقا للكود أو المعيار الخاص بمنظمة الصحة العالمية هو المفروض إن بيبقى فيه زي 15 سرير لكل 10,000 مواطن، إحنا عندنا تقريبا بيبقى 9 سراير لكل 10,000 مواطن. أكتر الأرقام يعني زادت عن كده كتير وإحنا بعاد قوي قوي يعني. سيادة النائبة، في جزئية تانية، نقابة الأطباء مصر صرحت أنه القانون ده هيسبب في تسريح 75% من الأطباء اللي موجودين في المستشفيات، وإحنا كمان معنا نسبة هجرة كبيرة من الأطباء لخارج مصر، أنت شايفة الكلام ده إزاي؟ لا هم ما قالوش 75% من الأطباء، هم قالوا تصريحات للنقيب نفسه، نقيب أطباء مصر، الأطقم الطبية أطقم الطبية بشكل عام. لانه في الاخر هو الـ الاطباء عددهم مش كبيره، بس برضه فكره نقلهم لاماكن مختلفه بعيده مثلا عن بيوتهم، هيختاروا على اي اساس؟ اللي هيخلوا مين ويمشوا مين؟ يعني ما فيش اي معايير واضحه لاي حاجه، ما فيش معايير للمستشفيات اللي هيتم طرحها، ما فيش معايير للناس اللي هيخلوهم والناس اللي هيمشوهم، ما فيش اي معايير من اي نوع. فبالتالي تم الموافقه ويعني وتمرير قانون الى حد كبير في اجزاء كبيره جدا مجهوله. وده كله يقلق، يعني ده كله مش مريح لان ما فيش اي تاكد من اي نوع انه هيتعمل ازاي. سياده النائبه مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا. شكرا جزيلا سياده النائبه، يعني الموضوع موضوع شائك، خاصة ان انا لما بوسع دائرة انتشار القطاع الخاص ببقى محتاج نوع من انواع الرقابة والتفتيش، والجهاز الرقابي والتفتيش التابع لوزارة الصحة والممثل في الادارة العامة للعلاج الحر والمؤسسات غير الحكومية هو مازال بيعاني يعني شوية مشكلات ليها علاقة باعداد المفتشين بقدراتهم، لان اعداد المستشفيات والمراكز الطبية ومراكز الاشعة ومعامل التحاليل المفروض هم بيفتشوا عليها هي اكبر بكتير جدا من اعداد المفتشين نفسه. صحيح. فاحنا كده بنوسع دائرة القطاع الخاص من غير ما نرفع كفاءة الجهاز الرقابي والتفتيش. صحيح. فدي هتبقى مشكلة. صحيح. مشكلة كبيرة. وهو فكرة برضو ان المستثمر عايز يتربح، يعني مش يعني هو هيرفع الخدمة وهيرتقي بيها، ففي المقابل ان هو عايز يتربح، هيتربح من الدولة ولا من المواطن نفسه؟ هو هيتربح من المواطن لانه هو هيسعر الخدمة بالطريقة وبالشكل اللي هو شايفه. صحيح. المفروض طبعا يبقى في لجان التسعير، دي موجوده في قانون التامين الصحي، بس الخدمات التامين الصحي على اعتبار ان الوزاره او الهيئه بتتعاقد وفقا لاسعار معينه او جوده خدمات معينه وانواع خدمات صحيه معينه دون غيرها بالاسعار دي، لكن طبعا القطاع الخاص يعني بنسمع، انت عارفه ان دايما كان بيتقال لما اي مستشفى استثماري ملزمه وواجب عليها ان هي تستقبل اي حاله طوارئ. صحيح. لمده ال 48 ساعه الاولى بالمجان وتعالجه لغاية ما حالته تستقر ويكمل بأتعاب في نفس المستشفى أو ينتقل لمستشفى تانية. طبعا للأسف الشديد انت لما حد لا قدر الله بيتعب في ظرف طارئ وبيروح مستشفى بيبقى الدفع قبل ادفع الأول. ادفع الأول.